النجم الكبير صالح جمعه بيحتفل بعيد ميلاده 26. كل سنه وانت طيب يا معلم، زي يعني ما الناس وصفتك وزي ما اطلقوا عليك. وكان معايا يعني اكيد هنشوف، طبعا نشوف ماتيريال، لازم نشوف ماتيريال للمعلم الكبير صالح جمعه. صالح جمعه في مباراه المقاولين تحديدا عمل سلوب باص مش طبيعي، اتكلمت عليه كذا مره لكن بتكلم عليه وباكد عليه، وكمان كابتن رمضان كنت بتكلم معاه قبل ما اطلع هوا بيقول لي كمان اتكلم على السلوب باص بتاع صالح جمعه. انت كمدافع مش متخيل ان ممكن يتعمل جنبك سلو باص كده. هنشوف الجول ان شاء الله لما يشرفني كابتن رمضان، لكن عايز اكد على صالح جمعه كموهبه، واللي احنا لازم نحافظ عليه قوي قوي احنا كجماهير اهلاويه. هو خلاص الحمد لله دخل في اطار الاحترافيه الشديده جدا للاعب الكره بعد ما اتعلم درس كبير قوي. لصالح جمعه ان شاء الله يكون احسن واحسن واحسن مع التدعيمات اللي جايه للنادي الاهلي مع زمايله. ان شاء الله نشوف المركز ده يعني منافسة إن شاء الله في مصلحة النادي الأهلي.